نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل من نصيحة لبعض طلبة العلم الذين يتسرعون في الأحكام على الآخرين والإلزام بما لا يلزم وتضخيم بعض المسائل التي تسبب خلافا بل توسع الخلاف، وبعضها مسائل يسوغ فيها الخلاف ويوجد البعض فيها خلافا بين طلبة العلم ويبالغ في ذم من يخالفه فيها، وربما نشر ذلك في بعض المواقع وسبب فتنة بين طلبة العلم؟ الواجب على كل مسلم، على طالب علم، أن يتقي الله عز وجل، وأن يشتغل بطلب العلم، وأن يحرص على تحصيله، وأن يعرف المسلك أو المسالك التي كان عليها كبار العلماء مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الشنقيطي والشيخ الألباني. يعني يحرص على أن الإنسان يعني يعرف ما كان عليه يعني أولئك يعني من الكبار المشتغلين بالعلم. وأما كون الإنسان يشغل نفسه بالقيل والقال وتتبع الأخطاء أو البحث عن الأخطاء والتحذير من أشخاص بحجة أن عنده كذا أو أنه صار عنده كذا، إن هذا الاشتغال به يجعل الإنسان ينشغل عن العلم بما لا ينبغي أن يشتغل فيه، وإنما الإنسان يحرص على أن يستفيد من العلم وأن يرجع إليهم. وإذا حصل من أحد خطأ وهو من أهل السنة ومن المشتغلين بالعلم فلا يترك ولا ينبذ ولا يحذر منه، وإنما يستفاد منه وينبه على خطأه، وكذلك أيضا يحذر من خطأه. أما كونه يترك ويهمل ويحذر منه فإن هذا ليس طريق الإنصاف وليس في تحصيل العلم، لأن أهل السنة إذا كانوا على هذه الطريقة يعني يذهبون شيئا فشيئا ولا يبقى أحد يعني عند هؤلاء. وإنما على الإنسان أن يحرص على أن يحصل العلم وأن يشتغل بالعلم ولا يشتغل بالقيل والقال، لأن الذين يشتغلون بمثل هذا لا يحصلون علما، يعني لا يحصلون علما ولا يكون عندهم اشتغال بالعلم، عندهم اشتغال بالقيل والقال، وهذا لا يحصل من وراء فائدة بل يحصل من مضرة، وهي أنهم يتكلمون في غيرهم وقد يقطعون الطريقة عن من فيه خير ومن عنده يعني إصلاح ومن عنده نفع بهذا الاشتغال والانشغال بمثل هذه الأمور التي ما ينبغي أن يشتغل بها ولا ينبغي أن يشغل الإنسان وقته بها. نعم.